كشفت وزارة الدفاع الروسية عن تمويل وزارة الدفاع الأمريكية لمختبرات بيولوجية تعمل في جورجيا ودول أخرى تحت غطاء مدني، الأمر الذي يعتبر خرقا للاتفاقيات والمواثيق الدولية. بعد تحليل وزارة الدفاع الروسية البيانات التي قدمها وزير الأمن الجورجي السابق إيغور جيورغادزي والمتضمنة معلومات مفصلة، تأكد قلقنا من التصرفات الأمريكية المخالفة للقانون الدولي على الأراضي الجورجية، بما في ذلك محاولاتها التحايل على بعض بنود معاهدة حظر الأسلحة البيولوجية والسامة برفع مقدراتها البيولوجية العسكرية تحت غطاء الأبحاث السلمية. في مؤتمر صحفي عقد في مقر وزارة الدفاع بالعاصمة موسكو وبحضور العديد من الملحقين العسكريين للبعثات الدبلوماسية العاملة لديها، تم التطرق إلى ملفات كثيرة تتعلق بنشاط البنتاغون فيما يخص الحقل البيولوجي في جورجيا، ملفات نقلها إلى موسكو وزير الدفاع الجورجي الأسبق إيغور جيورغادزي، وتقوم الجهة المختصة في وزارة الدفاع الروسية بتحليلها ودراستها وربط نتائجها بأمراض تعرض إليها مواطنون روس في جنوب البلاد، مختبرات تعمل على تحضير أنواع مختلفة من الفيروسات لا لهدف طبي وإنساني بل للفتك بالبشر ونشر الأمراض والأوبئة. البيانات تؤكد أيضا أن الطاعون الإفريقي الذي انتشر في السنوات العشر الماضية في المناطق الصينية والروسية المتاخمة لجورجيا قدم من المختبرات الأمريكية، ووفقا لوزارة الصحة الروسية بلغت خسائر المؤسسات الروسية المباشرة وغير المباشرة 55 مليار دولار. الولايات المتحدة تجمع عينات من مواطنين روس في أكثر من 30 مختبرا للأسلحة البيولوجية بالقرب من الحدود، كما تثبت الوثائق امتلاك مركز لوغار الأمريكي للاختبارات في جورجيا طائرات مسيرة لنقل الحشرات الحاملة للجراثيم. لطالما حرمت المواثيق الدولية انتشار مختبرات الموت، ولطالما طالبت الولايات المتحدة غيرها من الدول بتدمير ترسانتها البيولوجية، لكن ما كشفه وزير الدفاع الجورجي يعد انتهاكا صارخا من قبل دولة تدعي وقوفها ضد انتشار الأسلحة التي من شأنها دمار البشرية. والأمر ربما يجيب عن أسئلة تتعلق بمصدر الفيروسات القاتلة التي تفتك بمواطني عدد من دول العالم، ولم يجد لها الباحثون سببا أو وقاية حتى الآن. تؤكد وزارة الدفاع الروسية أن المختبرات البيولوجية التابعة للبنتاغون والمنتشرة في الدول المحيطة بروسيا ليست فقط خرقا للمواثيق الدولية، بل تشكل أيضا تهديدا حقيقيا لحياة مواطنيها ودول أخرى تقع بالقرب من حدودها. سامي أبو دياب، RT موسكو.